الاعتصام ديال اليوم كيجي في اطار تنزيل البرنامج النضالي اللي سطروا التنسيق الثلاثي ديال الجمعيه الوطنيه لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعيه الوطنيه لمديرات ومديري الثانويه العموميه بالمغرب، والجمعيه الوطنيه للحراس العامين والنظار ورؤساء الاشغال ومديري الدراسه. الاعتصام او هذا البرنامج بصفه عامه كيجي في اطار السياسه والمجابهه ديال السياسه ديال صم الاذان وسياسه التسويف اللي نهجها وزاره التربيه الوطنيه في حق جميع الاداريين بالمنظومه. سبق السيد الوزير ان وعد الاداره التربويه باخراج المرسومين العادلين والمنصفين لهذه الهيئه، ولكن طال التسويف وطال الانتظار لهذا المرسومين. في الحقيقه الاداره التربويه تعاني ما تعانيه من جراء التهميش، من جراء الاقصاء، من جراء الحقره، ما يسمى بالحقره في المنظومه التربويه. ان الاوان لهذه الفئه انها تطالب بحقها بعد امد طويل من تكميم الافواه. جاء الوقت اللي نسمعوا فيه صوتنا للمسؤولين ونقولوا حتى حنا في الاداره التربويه نطالب بالتعجيل باخراج المرسومين الى حيز الوجود وانصاف كافه الاطر الاداريه بجميع فئاتها. وشكرا. حنا الان كنتواجدوا بالمديريه بالاكاديميه الجهويه تربيه التكوين جهه الدار البيضاء الكبرى كمحطه سادسه، لان كانت المحطه الاولى نهار جوج وثلاثه قدام الاكاديميه قدام المديريه عفوا داعين السبع، وكانت المحطه الثانيه نهار 9 و10، والان حنا ونهار ثلاثه كانت نهار 23 كانت المحطه الثالثه، والان حنا في المحطه الرابعه طبعا، ولكن كتسمى المحطه السادسه لان خمس مرات وقفنا قدام المديريه الاقليميه، واليوم كنتواجدوا قدام الاكاديميه الجهويه، ونحن الان نطالب بالافراج على المرسومين الذي وعد بهم السيد وزير التربيه الوطنيه بعد هذا التسويف والتماطل الذي دام مدة قرن من الزمن، أي مدة 10 سنوات منذ سنة 2011. نطالب الحكومة بتدخل الفوري والسريع لحل مشكل الإدارة التربوية بالإسناد. هذا المشكل الذي ظل قائما قلت منذ قرن من الزمن، لذلك يجب تدخل فوري للمسؤولين لحل هذا المشكل. السيد وزير أمزازي قال بأن المرسومين جاهزين منذ سنوات، لكن السيد رئيس الوزير المالية أجابه عبر البرلمان وقال له إن وزارة المالية ليست بثلاجة تجمد المراسيم. لماذا سيد الوزير يحط نفسه في هذه المواقف الصعبة؟ هذا موقف لا يمكن الكذب على رجال مسؤولين كرجال الإدارة التربوية الذين يطبقون المشاريع كلها. نحن من ننفذ المشاريع التي ترسمها الحكومة، نحن الإداريين الذين نطبق هذه المشاريع كاملة.